الأداء الباهر والأكثر روعة، ارتقاء واقتدار دون تكلف، والأهم المحافظة على الإحساس. محمد نذير أصغر المتسابق الذي منحته اللجنة أعلى معدل، فهل سيحافظ عليه في هذه المرحلة؟ محمد نذير أصغر من الفلبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من رب بك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها صدق الله العلي العظيم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، حقا استمتعنا بتلاوة طيبة جميلة للمتسابق محمد نذير أصغر من الفلبين، حياكم الله وطيب الله لكم الأنفاس لجنة التحكيم، وأبدأ مع السيد حسنين. شكرا جزيلا، هو بس اسمه أصغر بس صوته أكبر. الله شكرا جزيلا لك، احنا نتشرف بك بمشاركتك بجائزة العميد، ونفتخر أن هذه الجائزة أوجدت هذه الفرصة للاستماع إلى هكذا أصوات من بلدان مختلفة وبلدان محترمة وقراء محترمين جدا وأداءات فوق المحترمة. الصوت والطاقة الصوتية اللي عند محمد يعني قليل ما شفناها ببقية المشتركين كطاقة صوتية. بدأ متلكئ بسيطا، يعني فتشي بسيط وكلاسيكي تقريبا الاستهلال مالته، لكن لما دخل إلى التوسط من الإيجابيات اللي لاحظها بأداء غير متوقع بعكس الاستهلال مالته اللي هو كان كلاسيكي طبيعي، يعني كل مرة يسوي جملة تتوقع يعني ماذا يأتي بعدها بالعادة، لكن هو يفعل الأصعب ويأتي الجواب الأصعب. يعني ممكن هي زاوية هذه يعني تأتي جميلة جدا والأخرى أقل منها ويأتي فوق الجميلة في كثير من الأحيان، ولكن يحتاج إلى تمرين أكثر على السولفيج، هذا يكون لازم تتعلمه حتى هذه الرجفة اللي موجودة خصوصا في نهايات الآيات، يعني بالقفلات هذه تأتي رجفة بعض الأحيان، هذه يحتاج لها تمرين خاص. قالب تلاوة ممتاز، خارطة ممتازة، والصوت فوق الممتاز، وشكرا جزيلا. الشيخ محمد فهمي عصفور لكم. حياك الله حبيبي.
يا أهلا وسهلا بسفير الفلبين. بارك الله حياك الله حبيبي. القرآني كملها شيخنا. سفير الفلبين القرآني طبعا. نعم. إيه. وزير كمان وزير قرآني. أولا مبارك لك تأهلك لهذا الدور وأنت تستحق يعني من المرحلة الأولى، والحمد لله أيضا أبليت بلاء حسنا فهنيئا مريئا لك. بارك الله. بالنسبة لنا كأحكام تجويد كمؤاخذات قليلة جدا، وهي أيضا بسبب الجمل النغمية يعني أخذت عليك بس يعني كلمة وهو حاول تضم الهاء شوية ما تسكن إيه. وهو لا إتمام عندنا الحركة. الهمزة الساكنة في يؤمنون لا تقلق للهمزة الساكنة صح. وما عدا ذلك هو بسبب الجمل النغمية والحمد لله يعني الله يبارك أداء بارك. رائع وأكثر من رائع أكرمك موفق بارك. ومبارك عليك حبيبي بارك الله. الشيخ باسم العابدي لكم الكلام. بارك الله بكم أستاذ محمد، بارك الله بك، حفظك الله، أمتعتنا في المرة السابقة وفي هذه المرة أيضا بارك الله. وخرقت الجادة قليلا في الوقف والابتداء. في التلاوة السابقة أشرنا إلى أمر وقلنا لزميلك وصديقك أنك يجب أن لا تفرق بين المتناظرين أو المتقابلين، وأنت هنا في قوله تعالى صنوان وغير صنوان فرقت بينهما، هاتان الجملتان متقابلتان أو هاتان الكلمتان متقابلتان صنوان وغير صنوان، ما كان ينبغي لك أن تقف على صنوان حتى تكمل المقابل لها صح. كانت صح. هذه هفوة وهنا بسيطة لا تقلل من شأن تلاوتك الجذابة والجميلة. شكرا لك الله فيك. السيد كريم موسوي أختم معكم. أستاذ محمد نذير كلك روعة وجمال وارتقاء وهيمنة، يعني ما عندي شيء أضيف. عنده شيء غير نعم. القرآن نعم. يعني مثلا إنشاد أو يؤذن عند أذان خاص إليه فبدنا نسمعه يعني إذا ممكن. ماذا تطلبون بعد من كل شيء نسمع شيء غير القرآن يعني طيب. عندك شيء؟ أنا أقول إنشاد حتى نشيد. الجماعة ما يحكمون نشيد. تمام نشيد؟ نشيد نعم تفضل نشيد القرآن نشيد بالعربي ولا بالفلبيني؟ العربي بالعربي العربي. الله جميل من يترجم هو لا يلا نسمع دكتور عمر يترجم لنا فلبيني. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله 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 طيب الله أنفاذ. أنا أتوقع جازما أن في ذاكرة العراقيين سينطبع اسم لمحمد ورسم لمحمد وصوت محمد، وكل من يشاهد جائزة العميد ومن خلال جائزة العميد سيصل صوتك إلى أكثر وأغلب البلدان الإسلامية إن شاء الله. بالتأكيد يا سيد حسنياً لين قلوبنا بل استحوذ على قلوبنا بتلاوته وإنشاده، فكيف لا يصل هذا الصوت إلى آخر العالم؟ محمد نذير أصغر من الفلبين كنت خير سفير قرآنيا للفلبين، شكرا جزيلا لك على هذه التلاوة. أحسنت شكرا جزيلا.